تحت شعار الرياضة هي رسالة السلام، أقيمت في إدارة سولان المستقلة بطولة كمال الأجسام التي جمعت أفضل اللاعبين في هذا المجال، وقد تميزت البطولة بمشاركة واسعة ومنافسات قوية بين المتسابقين. الاتحاد المركزي لبناء الأجسام في كردستان ينظم بطولة كردستان لهذه اللعبة ولجميع الفئات من الألعاب والفئات العمرية، بودي بيلدينج، بناء أجسام، فيزيك، كلاسيك، جونيور. شارك في البطولة 328 لاعبا من مختلف أماكن إقليم كردستان، حيث قدموا عروضا مميزة وأظهروا مهاراتهم العالية في كمال الأجسام. وقد شهدت البطولة حضورا جماهيريا مميزا، مما أضاف إلى أجواء التنافس روحا حماسية وداعمة. يعني زاركان والله إلى زاخو تيدا هتاكو كركوكو هلبزا. شهدت البطولة مشاركة لاعبين من زاخو إلى كركوك. استمرت البطولة على مدى يومين، حيث خصص اليوم الأول للتصفيات والفحوصات الخاصة بالمنشطات والطول والوزن، واليوم الثاني للنهائيات. وقد شهدت البطولة هذا العام زيادة ملحوظة في عدد المشاركين، حيث شارك 328 لاعبا مقارنة ب 84 لاعبا في العام الماضي. بصراحة بطولة متميزة جدا، وجدنا فيها خامات ممتازة قادرة عن أن تمثل البلد خارج البطولات الدولية وبطولات عالمية. قامت بطولة خالية من المنشطات وخاضعة للمنشطات ولفحص المنشطات، وهذا أمر لم يحدث في العراق. اختتمت بطولة كمال الأجسام في سوران بنجاح كبير، حيث أكدت مرة أخرى أن الرياضة ليست مجرد منافسة بل هي وسيلة لتعزيز السلام والتعايش. وقد عبر المشاركون والحضور عن امتنانهم للجهود المبذولة، معربين عن أملهم في تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية في المستقبل. ريبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.